أحسن الله إليكم، هذا يقول: هل يعذر المسلم الذي يعمل الشرك وهو لا يدري أنه شرك وهو جاهل بذلك؟ إذا كان ما عنده أحد يعلمه ولا يسمع شيء عن الشرك ولا بلغه شيء، هذا يعذر بالجهل. وأما إذا كان يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الوعاظ ويسمع المحاضرات التي تنهى عن الشرك ويقرأ في الكتب، هذا غير معذور. نعم.